الراجل ده هو الوحيد في الكون اللي لونه كده، فتعالوا بقى مع بعض عشان نشوف ايه السبب. كتير مننا شاف صور الراجل ده، وفي ناس معتقدة انه مش حقيقي، وناس تانية مفكرة ان ربنا خلقه كده، لكن الحقيقة ان الراجل ده ما اتولدش باللون ده، وفي سبب تاني هو اللي حوله لكده، وتقريبا كده الراجل ده ما فيش في الكون حد زيه، فده بقى تقول عليه واحد في الكون مش واحد في المليار حتى. والراجل ده اسمه بول كاريسون، وكان في شبابه لون بشرته فاتح وشعره احمر، لكنه أصيب بحالة سيئة من الإكزيما، وده مرض جلدي مزعج بيسبب هرش وحكة شديدة. فبدأ يبحث عن علاج للتخفيف من التشققات المؤلمة اللي بيعاني منها جلده الجاف ده، وراح لقى بالصدفة كده إعلان في إحدى المجلات بيظهر فيها زهرة أقحوان قديمة دبلانة، وتم إعادتها للحياة بواسطة سائل قوي، والسائل ده كان عبارة عن فضة غروية، واللي بيتكون من جزيئات فضة صغيرة، وتم الترويج لها كعلاج فعال لجميع الأمراض الجلدية. فيقوم صاحبنا ده متمسك بأمل إنه يرجع مرة أخرى زي ما كان ويعالج الإكزيما دي، ويبدأ يصنع الفضة الغروية الخاصة بيه دي في المنزل، وبدأ يشرب كوب كل يوم على الصبح كده من الفضة دي، واللي تقدر بحوالي 10 أوقيات لكل 300 مللي، وده كان على أمل تحسين الصحة العامة وكمان لعلاج التهاب الجلد ده. وفضل على كده عدة سنوات لحد ما أصيب بحاجة اسمها أرجيريا، يعني تحول الجلد والعينين للون الأزرق تماما أو الأزرق الرمادي، وده بسبب تراكم أيونات الفضة في الجسم، والحالة دي نادرة جدا ولكن لا رجعة فيها، يعني مش هينفع يرجع لون جسمه تاني لطبيعته. والغريب بقى أنه بقى بيعاني من الجلد اللي بيجذب انتباه الناس أكتر من معاناته بالإكزيما دي، ولذلك أصبح أكثر عزلة علشان يتجنب نظرات الناس ليه. لكن أحب أدهشك وأقولك أنه ما توقفش أبدا عن شرب الجرعة اليومية دي لحد ما مات في سبتمبر 2013 وعمره 62 سنة. والغريب أنه ما ماتش بسبب الأرجيريا دي، لكن مات بسبب السكتة الدماغية، وهي ما بتعتبرش أمر خطير على الصحة أكتر منها أنه بيتعين عليك أنك تشرح لكل شخص تقابله، وخصوصا الناس اللي ما بتخليهاش في حالها، هو أنت متلون كده ليه؟ لو عجبك الفيديو يبقى لايك وشير واشتراك بالقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.